كان في البداية نحيه. هاو الكرن. أيه. كان سجد. استلو عندك. خلاص كل شيء. بو عمين سعود في البداية نحيوك، يعني أول سؤال إذا ممكن تحكي لنا على الميلاد والنشأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي مصطفى. النقمة بن عبيد، مصطفى بن عبيد. بن إبراهيم والأم بصباص حدة. بنت إبراهيم كذلك. تاريخ الزيادة نتاعي 27 مارس 1927. مكان الزيادة فعلا هو تمومنت، هكا يقولوها تمومنت، بين الجبال، بين الجبال في الجبل، بلدية واد الشعبة حاليا، دائرة باتنا، ولاية باتنا. هذا هو الاسم الحقيقي، وعلى بالكم كما تعرفوا احنا دائما كاين زوج اسماء، الاسم المتعارف به البرا اللي عيطوا له به حتى في دارنا وعند الناس مسعود، مسعود، وحتى في الثوره عيطوا له مسعود عبيد، وبقات هذه مسعود عبيد الان. اما الاسم الحقيقي هذا هو مصطفى بن عبيد بن ابراهيم وبصلات حدا، تاريخ الزياد 27 مارس 1927، بلدية تمومنت، بلدية الشعبة، دائرة باثنا، بلدية باثنا. كيف عشت الطفولة تاعك يا مسعود؟ الطفولة تاعك الأولى كيف عشتها؟ الطفولة يعني عشنا في الدوار، عايشة مع عايشين ها كل السكان تاع الجبل، حياة بسيطة جدا، حياة بسيطة جدا، حبايرة عرايرة، ما ذكروا كسة الشعير يابسة وبربوش الشعير، سكننا عبارة عن قرابة مغطين بالديس، مغطين بالديس، وبالتالي يعني معيشة نتاع سكان البوادي بأتم على الكلمة في هذاك الوقت، وما بالكم هذاك الوقت راهو 1927، الظروف نتاع الاستعمار كانت قاسية، ولهذا حياتنا كانت قاسية، نمشي بحبايا ورايا، نقرأ القرآن جمعة كذلك مغطي بالديس، تراب، النار في وسط الدرع في وسط الجامع، قررنا نقرأ القرآن على كل حال، عائلة تاعنا عائلة تاع القرآن. عائلات القرآن، عمامي وبابا وولاد عمامي كل قرأوا القرآن، عندي كذا الإناث ما يقرأوش، أما الذكور كل يقرأوا القرآن، فيها من يحفظ كله وفيها اللي يحفظ جزء، هذا هو كان يقرأنا عمي، يقول له عمي طاهر هو اللي كان يقرأ فينا، ومن بعد مات هو بقسمتين عمي. ما نثبتش مليح معاه في 38 ولا 39، وبالتالي كل مرة يقرر لنا طالب، حتى نتمينا. أنا بالحقيقة تميت حفظ القرآن 60 على واحد يقولوا له محفوظ بوعلي، آخر واحد اللي كملت عليه يقول محفوظ بوعلي، هو يسمى يقرب لنا، يقرب لنا. وبالتالي ما تعلم هذه السنوات الأخيرة كان يسكن هنا في الكار، كان بعد الاستقرار معلم في المدرسة، الحمد لله على حصتين حزب، وكنت أحفظهم مليح ونشفع بهم في ذلك الوقت، بس حتى كي تميت القرآن حفظ القرآن ما تميتش وين زدت، تميناها بتاع شوية على 3 كيلومتر لون. حضرنا شوية الوقت
بدك كان في عمرك بدك كان في عمرك حفظت 60 حزب؟ نعم ما شفت على باليش يعني بدك تروح يعني ما عارف ما عارف والله ما عارف مهمة تمتر الرباعيات لكن ما عارف بالضبط كنت عند 14 قبل 44 44 يكون في حدود عندك 16 سنه 17 سنه 15 سنه ايوه كنت أمين سعود الوالد رحمه الله كان يشتغل في الفلاحة مصدر رزق نتاعو يعني وديناه شغلهم الفلاحة فلاحة فقط حياتنا ثم دول شعبة فلاحة لا مشكل بالفلاحة الحر نعم وطبيعة المواشي هذا هي الفلاحة ما كانش حاجة أخرى الكريوار والذبي الكبير نتاع الفلاحة ما كان الحر وتربية المواشي الأرض كانت نتاع الوالد ربي يرحمه ولا كان يخدم عند الاستعمار؟ لا لا الأرض نتاعنا احنا أنا والدي أبي جلالة يعني احنا كان عمي طاهر وعمي محمد شريف وبابا برايس هذا عمك الطاهر اللي حفظت عليه القرآن يعني هو عم أخ الوالد هو أخ بابا نعم هذاك واحد اسمه محمد شريف هو الكبير نعم ثاني أخو بابا وبابا هو الصغير تاعهم هو صغير تاعهم ولكن كانوا عايشين مع بعض ما قسموش حتى لما تاكل ما قسموش خلاص ما لكنا عايشين عائلة واحدة عائلة كبيرة نعم وبكل صراحة في ذلك الوقت كانوا هما كما حتى ما يخطيوناش بعض الكبار السن الحارس أبيهم والعجايب ديما عندنا جيد ديما عايشين معاه وكلهم يقرأوا القرآن بابا قرأ حتى في تونس قرأ شوية في تونس في جامعة زيتون في جامعة زيتون قرأ شوية في تونس عنده شوية معلومات يحفظ القرآن كذلك هذه هو ما قرأش القرآن هو لا لا إذا قرأ عمي هو اللي كان قرأ في الأول كنا صغار ومن بعد قرانا شويه عمي الاخر محمد شريف ولكن كذلك كان يجيب طالب يقرانا. نعم. وكان حتى بعض الاخوان سكان الجيران يقراوا عندنا كما سياس بن سخريه ومحفوظ بن سخريه جماعه بن سخريه هذه قطعه كانوا يقراوا عندنا. قراوا عندنا. هما ما تشفالوش علينا. جدك ما تشفالوش. جدي ما تشفالوش. ما لحقتش بهم خلاص. ما لحقتش بهم. راكي من جدي كان يسكن في واحد البلاصه يقول لها موخا. نعم. وين رانا درك؟ نعم. بالبال. نعم. وهذيك البلاصه حاوزوهم الكولون. ايه. خرجوهم من الاستعمار في الليل. طلعوا نجي بالليل. نعم. وهذيك البلاصه درك هو جدي انا ومدفون فيها انا. ربي يبارك. نقولوا العائلة تاعكم في قد راكم في الدار يعني خاوتك وخوتك؟ في هذاك الوقت 31 واحد. ايه عبد البارك 31 واحد. 30 ولاد عمامك و لا ولاد عمامي وخاوتي انا. خاوتك برك عمي مسعود. انا خاوتي عندي زوج خواتات وخويا واحد. سمعتم في اربعة عند الوالد ربي يرحمه. انت هو الكبير الصغير انت. انا الكبير. انت الكبير. انا الكبير فيه. في البنات وفي الاولاد في البنات والاولاد الذكور عنده واحد زاد واحد في الاربعينات قريب دخول الخمسينات مات صغير صلاه ولكن هذا ما يمنعش انه عشتوا في فرد بلاصه اسمها انت انت ولاد عمامك كل عايشين في فرد بلاصه كل عايشين في فرد دار ويسرع واحد يسرع وعمي محمد سلمى اللي هو الكبير إنسان يقرأ القرآن مليح يحفظ مليح العالم كذلك فقيه غلط هو اللي يصرف من برا هو اللي يصرف ومن داخل عمتي اللي يصرف عمتي القية اختهم هذيك زوجت بواحد ما أدخل لها زوج أولاد هي بولادها عايشين معانا وهي اللي تصرف الدار ولا واحد يقول لا والو ملكة عندكم هاد الدار تبرشانت الدار الكحلة ولا كيف يسموها كان عندكم الدار هذيك اللي مخزينه ويتخزنوا القمح والشيء. كان عام غير. سما الفتاح غير عندها هي عندها الفتاح. هي اللي عندها الفتاح وهي اللي تقول لهم واش يديروا العشاء واش يديروا المغدى. هي اللي تصرف ما كانش حتى وحده تقول لها علاه. عم تلقى يقولوا لا.
مات في 45. المهم العائلة بقت فرد العائلة حتى 55 شردنا الاستعمار. اسمه كان اضطراري، اسمه كان خارج عن نطاق كم اسمه. اخا هذاك الوقت بقى شردوا الاستعمار، لان كما قلت لك بكري كنا نسكن غير في السجن من بعد حتى انا شويه ارتحت. شرينا واحد الفيرما على عمر عمر. تبع الناس شروا ردينا شروا فيرما على عمر عمر. انا ارتحت شويه فوق الشعب هذا. ولينا حتى انا لم فما ظلمت عمتي هذا وما تفلنا بابا قتلت المشيلة هنا في البرسمة هذه اللي تروح للشعب. وش من عام بابا؟ بابا عربي 49 عمي هذا طاهر خلينا في قبل وعندك عمي محمد سيد عاش حتى استقلال مات في 68 68 على 84 ولا 85 سنة. وكذا كملتوا المعيشة مع الوفاة تاع عمك والوفاة تاع باباك الله يرحمه اسمه كذا العائلة بقت عائلة واحدة متماسكة كما قلت لكم العيشة من الفلاحة كان بابا من بعد شوية تجارة هنا في بيتنا في أحد الحانوت هنا في طريق الجامع العتيق وهذاك ما كان ولكن تمنع هكذاك حتى قلت لكم 55 في 14 جوار 55 انا وليت راس نقرر يعني بعد نروح على الموضوع في جوار 55 14 جوار 55 ثم الثورة قائمة لما لاحظ الخبر قتل هذاك الكولوني ثم قتلوا زوج من الوقت عمامي وحرقوا لنا الفيرما والعائلة تشردت حد راح للدرنا حد راح جاء هنا لباتنا تشردت العائلة من هذاك الوقت ومن هذاك التسريب هذاك بقات مقسومة كل حد في جهة. وبالنسبة لبرك القرآن اسمه قلت قريت عند عمك وقريت عند هذا اللي قريت عند عمي الله يرحمه وقريت عند واحد يقول محمد صالح بوزيدي من تنشاط وكلمت كما قلت لك عنده محفوظ دور عليها هذا محفوظ عليها هذا وقررنا حتى شوية عمي معنا الشريف هذا حتى ثلاث ساعات قررنا كما يكون حتى طال بس بشكل عام قريب عند أربعة معلمين هذا هم هذا قريب عنده أيوة. وبعد ذلك كيف وصلت المسيرة تاعك في التعليم؟ بعد ذلك كيف وصلت المسيرة تاعك في التعليم يعني؟ بعد ما تميت القيام على القرآن جيت هنا عند شيخ طاهر في 43 بالسنتين هذو وقريت هنا عند شيخ طاهر شوية قرانا بصح قرينا بدروس شوية أكثر منا أكثر منا هو بعد مرة قال لنا قراكم في هذا الموضوع هذا بس نحشي على الغبار راح ننساها ما قريت عامين انا على سيختار نقول لكم حق ما فهمت والو حتى واحد المره بابا الله يرحمه قال عربني قال رجلاني قال عربي قال رجلاني ما فهمت فيها والو واش مالك عربي قال رجلاني ما عرفت ما صلاش ما صلاش يقول رجلاني قال عربني قال رجلاني ما قلت ما فهمت فيها والو ما كاينش ما كنتش تفهم النحو والصرف ما فهمتوش واش كاين اه ما فهمتش المعنى تاع النحو والصرف ما فهمتش هو في الحقيقه قال على شيخ طار وقال حتى على الشيخ محمد العيد ال خليفه كان يقربنا في الرود هذا اللي منا هنا في بطنا هنا في بطنا نعم عنده كتاب لنا هنا هو يسكن في الكا ويجي هنا الكا هنا يقرينا وشيخ الشيخ العيد ال خليفه واش معنى هذا القاطر ولا زر ومية وهذوك بصح ما فهمت والو قلت قرأكم مثل الأجرومية وقطر نادا وقطر نادا وابن الصدى نعم تسمى هو كان يقرأكم غير أمور متعلقة باللغة العربية العربية بالنحو والصرف ويحفظ لكم قصائد ثواب القصائد هذا هو الشيخ طارق الله بالبقية وكان واحد يقول له سي الوردي
وظهر من الصحراء عندهم ود بركه هناك المعلمه في الورد النقراء راحت هذاك كانت قررنا الضرائب الميراث تركه نعم تركه الموارث لكن نقول لكم الصراحه هذاك انا ما فهمت فيهم والو يعني تات المستاء كانت الشيخ خليفه ما دامش بزاف ها القرايه تاعك كانت الشيخ محمد العيد ما باطني والو استهدمت هكا كان جينا من برا عفوا الشوية انا عمي عروس عربية وكنت مرتب هنا عند الحاج طيب معاش بيحسي احمد معاش لذلك العام انا نقع عن سبتار اما لما هنا اللي تعلمت شوية عربي ولكن السجية وما يضحكوا عليا انا عمي سمى رنت على الشوية كاينة حاضني معاه لكن هذا قلت لك انا بكل صراحة هذاك العامين ما فهمت فيهم والو وش والعام 45 رحت للبسكرة قريت عن الشيخ النعيمي الشيخ نعيم النعيمي الشيخ نعيم النعيمي في البسكرة هذاك العام قريت شوية بديت نفهم شوية حاجة خلاص الشيخ نعيم النعيمي وحده في واحد المدرسة القديمة اللي خارج تتحكى على البسكرة سنة 46 رحت لتونس درك نبداو برك نرجعوا لتعباتنا قلت لي محمد العيد ال خليفه واش من عام اللي قريب عنده تقريبا؟ قلت لك 43 44 وقريت عنده قاو عن شيخ طار وقاو عن شيخ العيد والشيخ شيخ طار وقاو عن المسجد العتيق والشيخ العيد شيخ العيد وقاو هنا هذا خليفه في الرود هذا بعد لك كان نظل واحد بعد استقرار كان فيها كيج محامي قج يا ذيك محامي اليهودي ايه انا عمي يا ذيك دار هي دار فيها قسم من ذلك قسم قرنا به الشيخ العيد والشيخ طاهر في طاهر روب هيك ولا شكون طاهر؟ لا شيخ طاهر الحركاتي الحركاتي طاهر الحركاتي كان وقع معنا الشيخ بوزيد قارش الشيخ حمد زوزو هو في قسنطينة حمد زوزو وبعض الاخوان ما شفتش عليه هذا الشيء تعالي عمليه لان هذا حتى هما من بعد مشاو لتونس كنا كنا في تونس واش من الذكريات اللي كانت جمعت مع الشيخ محمد العيد ال خليفه يعني الذكريات اللي تختار بها الشيخ محمد العيد ال خليفه الشيء اللي نحفظوا عليه يجي من الكعب نعم حط راس هاك ما يقعد حط راس طول المدرسه يقرر ويروح نفسه جاي طريق مع طريق ما يشيو ذاك انسان تقي كبير في السن الشيخ كان يقريكم كبير شويه في السن دير الحياه تاع الحنيه ماشي قويه بزاف الحنيه نعم الشاش وكنتوا ثم تعرفوا باللي عنده الشعر يعني يدير الشعر ما قررناش في الشعر مره ما قراش المهم قرينا النحو والصرف هذا هو قرا النحو والصرف وكيف يجي بالبكاء هكا ماشي ولا هكا ولا هكا حتى البلاصه هذه اللي قريت فيها عمي مسعود اللي قريت فيها نتاع وملك ولا كريهه ولا كيفاه لا ما نعرف يمكن المدرسه كنا تعطلت له تمدت له تعطلت من الوطنين نعم هذيك الساعة ما كانت تعطل من طرف هنا الإقبال تاع التلاميذ كاين عندهم بزاف تلاميذ كاين عدد ما نشفاش عليه بالضبط نعم يعني كما قلت لكم هذا الشيخ أحمد معاش نعم كاين الشيخ وزيد قارش الشيخ أحمد زوزو كاين واحد يقول مخلوف بن القاضي كاين اخرين شاش على اسم وكنت قرر عنده هو ومن بعد كذلك قررنا على شيخ الوظيف الضرايب وكيف كنا اسير كنت كما انا في هذاك العمل ما فهمت فيه والو كيف كان يسلك الشيخ محمد عيد ال خليفه ولا الشيخ طاهر كيف كان يسلكوا؟ كفايه يعني الدراهم المقابل تاع التعليم تاعهم على باليش توما ما تخلصوهمش كاش ما عرفش حنا نخلصوهم ما عرفش حنا نخلصوهم انا مرتب عند سي احمد معاس الحاج طيب
وساعات نرقدوا في الجامعة مع عتيق. كانت هذيك وين راهوك الإمام. أنا عميق. مقصورة. الإمام كانت واحد بيت كبيرة، زوج بيوت من ثم، زوج بيوت، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، ثم نرقدوا. كما وأنا ساعات نرقد في الحانوت نتاع بابا. وكما كما يكونش بابا ما يكونش نرقد ثم حنا الطلبة نرقدوا. هذيك الساعة. كانت الامور بسيطه جدا. اسمع بعد ذلك وليت رحت تونس. المهم كي جيت من بسكا كملت الشيخ النعيم في 45 46 جيت انا عند واحد بوليسي يقولوا له سعيد البوليسي، سي سعيد البوليسي انا كنت بوزيدي. خرجنا نقلة من العدالة، ولهذا كان خرج هذا نتاع اسم هذا باسم مسعود ماشي باسم مصطفى، لأن احنا بالوثائق مصطفى، خرج هذا باسم مسعود. درت الكارتونتيتي أنا اللي بدأت درت مجهوداتي وعند بابا ما على بالوش ما قلتلوش، شفت هذاك سي سعيد خرجني نقلة منها ودرت الكارتونتيتي هنا. ومن بعد ما سكنت البابا نروح لتونس حتى عطاني في هذاك الوقت واحد الجنب ورحت انا وسي المنور براس هو اسمه حتى هو مسعود يقول له المنور المنور براس رحت انا وياه مازال عايش ولا تونس هو اللي كان سابق حتى هو راح بعام قبلي بلا ذاك العام كي راح يروح قلت نروح انا وياه أنا رحت أنا وياه كي رحنا لتونس هذاك هو الداعي السنة الثانية كما يقولوا هما الداعي السنة الثانية كي جيت قدام المنتحرين هذوك الشيخ نتاع تونس قالوا له تحفظوا القرآن قلت لهم نحفظوا القرآن 60 يشتيوا اللي يحفظوا القرآن ياسر ما الله عمري طلع أولي آيات قرآن قرأ عليهم فقرأت عليهم كل واحد خلاص عدوا لتون مباشرة السنة الثانية بديت السنة الثانية في تونس وبدأت السنة جبت في جامعة زيتون على كل حال من 46 حتى ال 50 السنة الثانية والثالثة والرابعة بعد الأهلية في الرابعة كنا الأهلية في الأهلية ما نجحتش في الدورة الأولى الأهلية ما نجحتش في الدورة الأولى ما روحت ما نجحتش في الدورة الأولى الشايب بابا دار لي حالة دار لي حالة كنا ما تنجحش سمت علي العطلة هذيك سمت علي خلاص المهم شوية حضرت أنا على الدوار ومن بعد في سبتمبر وليت الدورة الثانية عند الدورة الثانية أخي الدورة الثانية نجحت في الأهلية وبعثت له رسالة ولكن قبل ما نروح لتونس مشى معايا عطر قسنطينة نعم مشى معايا القسنطينة وبتنا ديك الساعة ما كانش لي تلاوات كاين الحمام بتنا في الحمام في القسنطينة والصباح مشى معايا حتى انا ركبت في الماشينة كي ركبت في الماشينة بدات تعيط في الماشينة باش تمشي قال لي هذه الكلمة قال لي إذا كان نجحت راك بني ونصرف عليك واصل التعليم تاعك إذا ما نجحت ماني باباك ما كبني هكذا وجا نازل من الماشينة وحنا مشينا الحمد لله انا كل حال روحت لهيه السكن ما كانش لان انا ما نجحش في الدورة الاولى ما نعطيهوش السكن كريت في واحد كنا يقعد يسميه عمال وكالة جيت المدرسة المهم حضرت في الشيء اللي خلاص
أخي عديت امتحان تحت الهدية وعدت الرؤية تحت الهدية بعد المصروف والشيء اللي زاد صار بيا كي رحت من هنا لميت شوية سوالتها في هذيك الوقت لميت 4000 فرنك في هذيك الوقت مبلغ محترم ما راك في تونس بالسروال ما بالسروال درت السروال هذاك هنا قرزة السروال برد وبس يقول له عمر سوق النحاس الدنيا هاك والسروال هذاك هنا تجيب هذا من داوم والله ما خ ما بقى يدور يعني لم أنسنا الامتحان وزاد السروال راحوا ولكن واجهت القضية بالصبر وعادت القضية بالصبر كان واحد من تنس وليس أحمد مختار سلفت من عنده ما ذلك الوقت 100 ولا 200 برك ذلك الوقت أنا باش ناكل 100 من الخبز وعديت عمي سعود وعديت عدينا الامتحان كي نجحت أخي الحمد لله بعد برية الشيخ بعد يبعث لي 2000 برك داير 2000 برك صار يا برك أنا أمين. وفي البنك هذيك من هلا أنا كنا نصرف وقهوة مع بعض ما نخلص القهوة مع بعض ونشري كتب ونشري نلبس هكاك ونروح الحمام على هذا. أمين سعود واش كنتوا تقراوا في جامع الزيتونة؟ ماشي جامع الزيتونة من خارج كان نجوا من خارج جامع الزيتونة. واش كنتوا تقراوا هما تابعين الإدارة جامع الزيتونة ولا؟ يقولوا القصبة قيضة. يجوا القصبة واحد يقولوا اليوسفي سنة ثالثة وبن عبد الله سنة رابعة ومن بعد الأهلية ندخل الزيتونة تسمى هادو الجوامع كل تقراو فيهم؟ قروع تاع الزيتونة بعد العامية أنا واش كنتو تقراو فيهم؟ كان القصبة يقراو السنة الثانية نعم وفي اليوسفي يقراو السنة الثالثة وهذا واش يقولوا له بن عبد الله عسكري هكا باش تدخل هذا الرابعة بعض الأهلية يدخل جامعة الزيتونة نعم جامعة الزيتونة الحصار هذا حلقة هنا حلقة هنا حلقة هنا وقت الدراسة تقول النحل داوي النحل نعم الجامعة واش المواد اللي تكون تقراو؟ تقراو التفسير ولا تقراو النحو ولا تقراو؟ قراو ياسر مواد ياسر الفقه النحو الصرف البلاغة الأصول تفسير القرآن مواد ياسر منطق كي قريت كيش ما تشفع على أساتذة وقرأوا الرياضيات الرياضيات خالدتنا كان سميها عمار الخلدونية ذيك الوقت هذاك ما كان الخلدونية ما يقرأوا الرياضيات على السبورة كان قرنا واحد يقول بالنية رياضي هاي تونسي صح تونسي صح أنا ذهنا الرياضيات والفوائد هذو ديما ما غلط والله ما غلط وكيش ما تشفع الأساتذة اللي قررت ما ذاك الوقت وما توسع ما شفت هذا مش تشفع على واحد يقول شيخ ترزي قرنا بالفقهيات خرينا نشيش عليه وكان واحد يقول شيخ ابو عزيز زعني معنا وشيخ خرينا وبالنية في الرياضيات بالنية ما في الرياضيات قرنا الرياضيات نشيش عليه هذا هو نشيش عليه هذا أسد عميهم كل واحد متكلم بمادة نعم كل واحد متكلم بمادة فيهم اللي ملاح ياسر وفيهم اللي شوية وفيهم اللي يتغيبوا ياسر نعم يتغيبوا حتى في جامعة الزيتونة. علمي بسرعة. فرما بالتغيير. ولهذا الاعتماد الكبير على التحضير بتاعنا. على التحضير بتاعنا احنا وحدنا. التحضير الشخصي. دائما نراجع الدروس ودائما يعني هذه قاعدة زوج ثلاثة مع بعضهم في وقت اللي ما يكونش الدروس ولا وقت كمال الخميس والجمعة في وقت العطلة نحضروا وحدنا. جامعة الزيتونة كان عنده واحد الصحن كبير ثم نعشيهم نحضروا وحدنا نهضروا مع بعضهم نحضروا وحدنا
دائما مجلسة فالله أنا كنت يعني رخصات الأخرى حفظ الله هذا من تونس يقول أحمد المقصاري. يقولتي هكا في الوقت هذي اكتشف الناس يتعرفهم من الجزائر ولا من البتنا يقرأوا معاك هنوك تعرفت عليها ميزة؟ كان هذا الشيخ بوزيد قارش كان سلم الأول بوراس كان أحمد الزوزو هذا منا من بيتنا وكان خرين من بعد الحق واحد بن شادي إبراهيم بن شادي جند الاستشهاد كان هذا موسى حليس حتى هو كان قرش فيها ذمة كان واحد كان من خنشرة كان من تيزي وسو كان من الرئيس من الرئيس كان واحد صاحبي يقول له محمد كان أو شهيد هو وخور المبارك أو استشهدوا في جهة تيزي وسو عملوا بك خبروا الله أنا عليهم بأن استشهدوا عندنا هذوك كان السي محمد هذا كان صاحبي هو كان كريم واحد وكذا نروح له ثم وكي تخرج وخرين قبائل دراسة كان أحبابي كان اللي نعرفهم مليح لكن راح سماوتهم نسيت نسيت سماوتهم الله والدراسة ما كانت بالدرهم ولا بدون مقابل؟ الدراسة بالزيتونة كانت بمقابل ولا بدون مقابل؟ اه دير مقابل عندك عكس التوانسة كان اللي يعاونوهم أولا السكن ثانيا كان الفقراء يديرهم ملفات ويعطيولهم يلا يعطيولهم شوية ماكلة يروحوا يجيبوها بالبلد منه كذا الله تعالى العشاء مين سعود الطلبة اللي كان هذا اللي كنت من تنس احمد المختار هذا كان من هذا ما يتمون من عند هذا انا ما دخلتش على الموضوع اسم انت انا ندي البربوشه منا وندي كما نسميه حنا ريستنسي نتعاونوا بها روحنا ومن بعد نصي الى منور هذا نطبخوا مع بعض الريش وهذا نطبخوا العشاء حتى المرضى ما عندهاش وقت وغالب كانوا العشية نديروا العشاء تاعنا شيء هو العشاء نحمصها هذيك ولا نديروا شوية طلبة نتهاري نكسر نتوزي بها الخبز وكي تروحوا لتونس يا اخي تروحوا في التران تروحوا في القطار نروحوا في الماشينه ماشينه مقصود في الماشينه عندك منا في الغالب نروحوا في الكيرم وكانت عبسر على مكه ونباتوا في الحمام والصباح نروحوا للانكار في الماشينه عاد سته تمشي من بعد عاد سته تكون في تونس من سته لسته تحبس في غار تيماو شويه ويراقبونا بطاقات تاع السلاك والكاسانتيت نخرجوا كاسانتيت. سما تمشيو على 6 تاع الصباح وتحيقوا 6 تاع العشيه. انا نمشيو على 6 طبو تاع الصباح نوصلوا على 6 تاع العشيه. 12 ساعه. هذاك هو حنا كانت مدرسه تاع الجزائريين معينه مدرسه تربة البال. نقولوا لها تربة البال. مدرسه قديمه. نظن كاينه ولا ما عرف هي باديسيه. مدرسة تربية البلد هذه ثم أغلب الجماعة تاع الجزائر ثم هي بها حوش هكا وبها سكنات أرضية مدورة هكا وكذا وعين تعود ما قريتش كنا ثم في تربية البلد هذيك والماء كان كثير في وسط الحوش هذا كان صغير الماء من ثم نشربوا ومن ثم نغسلوا والمدرسة الباديسية ما قريتش عندهم سؤال؟ المدرسة الباديسية ما قريتش عندهم؟ المدرسة الباديسية هذه المدرسة هذه تاع قسم ثاني؟ قسم ثاني لا ما قريتش فيها خلاص أمين سؤال؟ ما قريتش فيها الطلبة اللي كانوا معاكم في جامعة الزيتونة ايه هما طلبة جزائريين وتوانسة فقط؟
أما الطلبة جايين من المغرب من دول أخرى؟ من المغرب ما شفتش. المغرب ما كانش؟ من المغرب ما ظنيتش. من إضافة الجزائرية والتوانسة؟ التوانسة والجزائرية. فقط؟ الأغلب. الأغلب. التوانسة والجزائرية. المغاربة واش؟ المغاربة واش كاين تما؟ نعم. المدارس اللي يسكنوا فيهم الطلبة أغلب الحراس نتاعها مغاربة. أغلب. خدموا الحراسة. أغلب الحراس نتاعها مغاربة. طلبة اللي يسكنوا في المدارس، خاص كاين مدارس يسكنوا فيهم هما الطلبة. نعم. القامة نتاع الطلبة، واللي نجح في الدورة الأولى يمكن يفوز بالسكن، يعطيو للسكن. سؤالي زوج ثلاثة في البيت. مثلا أمين سعود. واللي ما نجحش في الدورة الأولى ما عندوش حق السكن. مثلا أمين سعود. أنا جبت عام نتاع اللي ما نجحش في الهدية كارثة برا. نعم. الطلبة الجزائريين اللي مشاو قراو في جامعة الزيتونة، يعني جاو من جميع نواحي الجزائر ولا بالك من الشرق الجزائري بصفة أغلب يعني؟ كانوا من الغرب من الشرق من الجنوب من الشمال من كل جهات من كل جهات يروحوا لجامعة الزيتونة من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب كاينين تما. بينما نقول لك الحق انا الناس ما خالطش بزاف بعض الاخوان الرئيس كما قلت لك هذا من شيء واحد وكان يجمع يقراو ما انا ما خالطهمش كما الشيخ اللي مات الشيخ رئيس المجلس الاسلامي عبد المجيد مزيان ما عرفتوش قال له الاخر اسمه شيبان. شيبان عبد الرحمن شيبان. عبد الرحمن شيبان كان يقرا معهم لها كان يدير الشاشية يعني يهتم. وكاين ناس من العاقل. سما كي كنت تقرا حتى هو كان يقرا تما. كان ما يقرا تما. أمين سعود ما قراش معاك واحد من باتنا يقولوا له النووي رقيق. النووي؟ رقيق. ما عرف. المهم هذاك كان عزت علي بوخالفة من السلطان كان عزيز عبد محمد عزيز من باركة هذا ما نعرفه أحمد حماني ما قراش كل لا ما نعرف أحمد حماني لا يرحمه ما قراش تما هذاك الوقت لا أحمد حماني أحمد حماني كان ثم كان ثم كان ثم هذاك الوقت شفته ثم صح أنا نقول لك باش نقول لك الحق خالطهم وخالطهم ما صح كانوا ثم كان ثم هذاك الاخر احمد حسين ولا واش يقولوا له هو ذاك عند العالميه مات حتى او شويه عطل شويه بعد معروف كان في الجزائر وهذا يقول احمد حسين هذاك راك وصل حتى العالميه خاطره مع من الاهليه للتطويع للعالميه اسمها كاين ثلاث مستويات. ثلاث مستويات. من بعد التطويع من بعد العالمية. واللي قروا في المستوى التطويع وحدهم والمستوى العالمية وحدهم. كما الشيخ هذا كان ولا يقول الشيخ البشير النبري قال النبري الشيخ ولد الشيخ طه بن عاشور ومخرين هذوك خرجوا من المستوى العالمية. انت عمين مسعود كي تخرجت واش عطاوك؟ عطاوك شهادة؟ كي تخرجت عطاوك شهادة؟ في هذاك الوقت ما عطاوها ليش؟ على كل حال انا كي شهادة هو التطويع امتحان تاع التطويع اولا حاجة الأولى دير المقالة كما يقولوا اعطيو لك موضوع ادبي تكتب عليه مقالة سميه المقالة مقالة إذا كان نجحت المقالة من بعد زيد دير درس قدم درس قدام العلماء ثلاثة أربعة والطلبة يحضروا والدرس عاطي الخماش انت ماش عينه بالقرعة يديروا يكتب علبة مواضيع وهذا اللي يديروهم تلزم دير الدرس إذا كان نجحت في المقالة تعزيز دير الدرس ومن بعد الدرس الأسئلة الشفوية بعد الدرس بيومين ثلاثة أربعة تعزيز تقدم الأسئلة الشفوية
هكذا طريقة. هذا بلا رويالية. ما في المقالة يعطيوك زوج مواضع باختيار. كان احنا نسالوا عطاوا الموضوع عطاوا موضوع فتح مكة وموضوع آخر ماشي سعيد. أنا كسرت في فتح مكة. ما حد من زعمه. من بعد في الدرس في هزت جيت الريهان. حياتي المهم درت الدرس هذا كانت مشكلة. ومن بعد قدمت الأسئلة ربعة علماء من اللي قرروا في العالمية ماهوش الآخرين قرروا في العالمية. شيخ النبري وذاك ابراهيم المراد مشى عليهم وزيد خليل. المهم ستة واحد يسألك أسئلة تزيد تعدي الله وتزيد تعدي الله وهكذا. في الأسئلة مشيت مليح ياسر. في الأسئلة مشيت مليح حتى سألوني. سألوني قالوا أنت منين؟ أنت من الجزائر. قالوا منين بعدي؟ قلت لهم باسمع. سألوني. خاطرنا شيء مخصص التوجه نتاعهم. يتقدم حيروا معاه. يسألوا ما كانش يزيد يبدل ليلة تونس في بلادهم ما يقراوا شيء. الجزائريين قراوا. المهم أنا يعني سألوني. سألوني أنت منين؟ قلت لهم من الجزائر من بعد قالوا لي منين بعد؟ قلت لهم باش. السؤالات مشيت مليح ياسر. أنا دائما ندخل من الرياضيات. وفراي. حوجتك حسبت. هذا هو مالي يقولون. تالي كنت أنت جيدة. المهم احنا ما استنيناش الشهادة. اعطونا النظير. اعطونا النظير. روحنا على بالك روحوا غرباء روحوا ما جبت الناظر. الناظر هذا وش هو الشيخ خمسة؟ لا تقولك انا هكا هو قابل هكا ناجح. نعم نعم. فيه الناظر. الناظر. وش اما الشهادة بعد الاستقلال جبتها كتبت لهم بعثوا علي. ايوه. بعد الاستقلال. بعد الاستقلال نتاعنا. الله. كتبت لهم في التاريخ اللي عديت الامتحان وكلش. وبعثوا عادي هاي عندي الاداره. وهم السما كان عندهم اداره مليحه عندهم اداره. اداره كيف عندهم اداره عندهم مراقبين اداره اداره الزيتونه خصوصي كان يصير الشيخ طاهر بن عاشور. عالم كبير وكبير في العمر لكن كانت تمشي مليح بصح انا نقول لك الحق اسات قرروا اذا فيهم اللي يتغيبوا. بهم اخرين ما يتغيبوش نهائيا بهم كان يتغيبوا ولهذا يعني في الغالب الطلبه يعولوا على روحهم اكثر خصوصا في بعض المواد الواقع هذا هو يهم اللي يتغيبوا ياسر. وعم سعيد كش تعرف تما هذاك علماء اللي معروفين في تونس هذاك الوقت وربما قريت لهم ولا كش ما تعرف علماء في تونس هذاك الوقت يعني اللي معروفين كاين عندهم ما انا قلت لك انا نعرفهم انا نعرفهم ودرتهم هذاك كان قد انا تونا ما خرجش عندهم 50 الشيخ طه بن عاشور نعرفه الشيخ البشير نعرفه الشيخ واحد يقول بالقاضي نعرفه الشيخ قاضي ابراهيم بن مراد كان واحد هو اصله اثيوبي ولكن تونسي وعالم ثاني نعرف بعض منهم من سعود الثالث رجعت لبيتنا رجعت في الخمسينة بيتنا وقتها خمس قريت في الزيتونة كي تميت الزيتونة روحت الزيتونة وقتها كملتها في 49 ولا 50 العربية لا هذا 50 51 سنة دراسية 50 51 والمستوى اللي تنتو هو تطوع هكا المستوى التطوع التطوع هما اللي كما يسميوها جهة التطوع صافي جبت 4 سنين في خريف الزيتونة 4 سنين ولا قد ايه الله اكبر ايوه هاي 46 47 من 40 49 50 5 سنين هذيك الساعة واللي تروح تسوق الشغل اسمها رحت باش تخدم كان روحت لهنا روحنا للصيف
عديت سنة درت بريال جمعية العلماء ما طلت عيناني لما ركبوا عيناني في نوغيسن رحت لنوغيسن المدرسة الشعبية انت عين نوغيسن قريت ما عام فما في نوغيسن معلم وقاضي وإمام ثلاث ما كنت تديرهم خطبة الجمعة و... خطبة الجمعة وحتى بعض الصلوات الخمس بعضها مش كل وقاضي شروعات ما شاء الله كيفاه كانوا جماعات معارك في الغابة ملك ليهم كانوا يبيعوا الحطب يبيعوا الكنوز ما لا يتخاصموا على الرسام وعلى الحدود وكانت الجمعية هذيك يرأسها في الحقيقة مش جمعية المدرسة، جمعية المدرسة بشير بن حمزة، لا لجنة الإصلاح حمد بن مدود، الشيخ حمد بن مدود إنسان كبير وإنسان تقي، مش كيما هذاك بن المرسلي هذاك، أنا قلت له واحد النهار هذاك ضيق سما كان واسعا. والله انت ضيقت امرك انا واسع المهم احمد بن مدور الله هو اللي كان يعني من الاعيان تاع العرش كل المشاكل اللي حضر بها يديوني معاهم وكذا كان ياسر كذا كان باش القاضي مهنه القضاء كيف تمشي القضاء القضاء كيف كان في مسعود؟ القضاء احكي لنا القضاء كيف كان؟ يعني انا كنت قاضي بالمعنى هذاك يعني انا نحضر معاهم بالمشاكل هذا نفريوها بيناتهم. يعني تسمى ما كانش قال مثلا قاضي كما معروف القاضي يعني نحضر مع الجماعه هذو نفريوها بيناتهم في الغالب الصلح بالصلح بين الناس الصلح ذاته بينهم والصبح يستدعي اشكال الحلقة حكم وين تعين الحق فلا ما المخل بنا في ذي الأرحام في سنتنا وش حنا ولا الأرحام بنا في ذي الأحكام في سنتنا وش حنا ولا الأرحام حنا دائما نستعمل هذا البيت من بن عاصم بن عاصم القضية ترجع لضمائرهم هما أنا عميز ضمائرهم هما من جهة ثم تصرفاتهم من بعد أنا أقول لك حتى التصرفات الشخص من بعد بارك الله هي اللي ترجم النية نتاعو ترجم النوايا نتاعو بالخط بارك الله أما من ناحية فرنسا نعم فرنسا ما شكش اللي كان عندها نية هذو بعثتهم على أساس يكون لهم تأثير على مستقبل الجزائر هذا فرنسا في حداثها لأن السياسة تقول سياسة فرنسا كانت سياسه بعيده يا سما هذه جاوا على اساس ما بالنسبه لنيه فرنسا على اساس يكون لهم تعذير حياه الجزائر من بعد ومستقله يعني عندهم مهمه في حياه الجزائر من بعد نعم وراك تشوف باللي وفقوا في الجزائر المهمه بقى بالنسبه ليهم هما نعم هل هما نفس يتفقوا في النيه مع بعض يقول هو جماعته والا يوليو جزائريين وطنيين هذا موضوع نترجمه التصرفات نتاعهم هما بعد كيفاش تقرا التصرفات نتاعهم من بعد؟ التصرفات انا ما خلطتهمش معليش عطي لي الشيخ بصراحه هذه التاريخ والشيء اللي ما تحبش ننشروه ما ننشروهش لا انا بكل صراحه انا والله ما نعرفهم هذا الشابي وزركين وفلان وفلان وحتى اسمه حتى خالد الزر والله ما كنت نعرفه ما نعرفه الا من بعد ما كنتش نعرفهم الصوره نهائي من بعد لكن التصرفات نتاعهم بارك الله فيك ما بعد هذه يعرفها كل شعب وتعرفها انت وما انا مين دروك كاين اللي يقول عليهم عندهم بعض التصرفات انا واحد من الناس على بالك ما خرجش منها هكا وهكا وما خالطش الحق التصرفات نتاعهم هي اللي ترجمنا وياهم
اعطينا قراءة تصرفات تحمشي. اعطينا القراءة نتاعك تصرفات تحمشي. قراءة ايوا يعني نقول لك انا ما خلطتهمش ما حافظهمش. لا 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 الاحداث اللي جات من بعد. الاحداث اللي جات من بعد. هذا من اللي قالوا هما اللي ساهموا فيها ولا ماهوش هما. والله ما نعرف. انا واحد من الناس ذاك الواقع. ماهوش يعني نحب نغطي عليهم. نغطي عليهم وربي ما يغطيش عليهم. لا لا واش هو. ما انا قلت لك انا ما خلطتهمش. وما عملتش معاهم ما مازن الحديد عليهم موجود باللي عندهم تصرفات مسيئة للوطن. بارك الله فيك. مسيئة للوطن هذا ما اقصده. هذا الشيء نسمعوه. هل هو واقع؟ لان اليوم درك تخرج من الشارع درك من الشارع وتهضر مع العوض حتى بعض المجاهدين تقسيم عليه يعطيك مع تصرفات مسيئة صحيحة ولا ما صحيحة يعلمون. نعم. هاي درك الحديث عليهم معروف بالله كل واحد عنده وش عنده. لكن الصح صح صحيح الواقع صحيح عند رب العالمين.